لان اخوان بارطاجيو هاد البث المباشر، بارطاجيو هاد اللايف هذا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشوفوا معنا من خلال العنوان، منزل اللي مهجور واللي كيتكون من طابقين في المدينه، عفوا منطقه البرازيل، كيف ما كتشاهدوا معنا اللي كيستغلوا المتشردين المجهولين اللي كيديروا اشياء غريبه وسط ديالو كيف ما كتشاهدوا معنا الان. فاحنا بغينا تدخل ديال المسؤولين انهم يتدخلوا، ان كيف ما كتشاهدوا معنا هذا المنزل هذا اللي كيقولوا انه مسكون واللي كيجيو كيلعسوا فيه ناس غرباء، ناس ماشي ابناء المنطقه. فالساكنه هنايا كتطالب انهم يديروا شي حل لهذا المنزل هذا، لان كيف ما كتشاهدوا معنا منذ عده سنوات هو بحال هكا. فكيف ما كتتبعوا معنا في هذه اللحظات اللي كتكون من طابقين، هذا المنزل هذا كيوقعوا فيه عده اشياء في الليل. فهو مظلم كيف ما كتشاهدوا معنا الان، يعني كينقزوا هاد السور هذا وكيدخلوا ليه، لانه فيه جوج طوابق وفيه السفلي ايضا. لان كيف ما كتتبعوا معنا هاد البث المباشر من هاد المنزل هذا، المنزل اللي عنده عده سنوات هو مجهول، المالين ديالو غير معروفين، فبقى بحال هكا كيف ما كتشاهدوا معنا الان. كيتواجد في منطقه البرنوسي. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، خويا عبد الرحيم قلت ميتار، خويا حمارة الحمد لله خدامين على راسنا. فكيف ما كتشبهوا معنا اخوان في هذا البث المباشر، هذا المنزل اللي كيتكون من طابقين، منزل اللي كيتواجد هنا في منطقة البرنوسي. خويا جبران محمد ربي يخليك اخويا، لان كيف ما كتشاهدوا معنا الان في هاد اللحظات خويا المواليه ما معروفينش اخويا، فما وراء تعرف ما عرفتش.